مؤسسة الشهداء تصدر توجيها بشأن الشمول ببدل الوحدة السكنية. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. أصدرت مؤسسة الشهداء اليوم الأربعاء توجيها بشأن الشمول ببدل الوحدة السكنية، وذكر بيان للمؤسسة إلى كافة ذوي الشهداء الكرام ولجميع الفئات من شهداء ضحايا جرائم حزب البعث وشهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. نود إعلامكم بأنه سيتم رفع جميع الأسماء إلى مؤسسة الشهداء لغرض شمولهم ببدل الوحدة السكنية لكل من لم يستلم قطعة أرض أو البدل النقدي ومن دون استثناء، ومن ضمنهم شهداء الدفاع والداخلية والموظفين. وأضاف أنه بالنسبة للرابط الذي تم عمله من قبل المديرية فهذا لغرض تحديث البيانات، ولكون شهداء الإرهاب أعدادهم كثيرة فهو خاص بهم فقط. أما بخصوص شهداء ضحايا جرائم حزب البعث وشهداء الحشد الشعبي المقدس فلدينا قاعدة بيانات شاملة وكاملة لهم، ولا يحتاج دخولهم على الرابط أو مراجعة المديرية. متابعينا الكرام، يمكنكم تحميل تطبيق أخبار العراق من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف وأيضا مثبت في أول تعليق، أو يمكنكم البحث على التطبيق من خلال متجر التطبيقات، سيظهر لكم هذا التطبيق الظاهر الآن أمامكم. الشعار هو IQ ويتوسطه خارطة العراق.